ولد محمد بن محمد الإدريسي في مدينة سبتة بالمغرب العربي في عام 1100 ميلادية، ودرس في جامعة القرويين بفاس، وبرع في الكتابة والأدب والشعر، وصار عالما بالنبات والجغرافيا والفلك والمناخ والطب والفلسفة، ودرس في قرطبة في الأندلس العلوم والرياضيات، واهتم بدراسة التاريخ والجغرافيا. إضافة إلى سبتة وقرطبة، زار الحجاز وتهامة ومصر، ووصل سواحل فرنسا وإنجلترا، وسافر إلى القسطنطينية وآسيا الصغرى. زار بلداناً كثيرة وقادته التجارب والرحلات، وما جمعه من معلومات تناقلها الأقدمون أو أحضرها له أهل التجربة والخبرة إلى تأليف كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وذلك في عام 1154 ميلادية، بناء على طلب من حاكم جزيرة صقلية الملك روجر الثاني. اعتبر الإدريسي بحق من أول المؤسسين لعلم الجغرافيا في التاريخ الإنساني، ورسم الكثير من الخرائط والصور حول البحر المتوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا. ذكرت مدينة بيروت باختصار ومن دون توسع في كتاب الشريف الإدريسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق على الشكل التالي: بيروت أيضا مدينة على ضفة البحر الملح، عليها سور حجارة كبيرة واسعة، ولها بمقربة منها جبل فيه معدن حديد طيب جيد القطع، ويستخرج منه الكثير ويحمل إلى بلاد الشام، ولها غيضة أشجار صنوبر مما يلي جنوبها تتصل إلى جبل لبنان، وتكسير هذه الغيضة 12 ميلا في مثلها، وشرب أهلها من الآبار.